سكان الحسيمة حاليا الأغلبية أبناء الريف الحسيمة، ولكن عندنا غنغطي الموظفين من سائر الدول المغرب، غانغ الاسبان وسين تصوير المعهد الاسباني، غانغ بعض الامريكانيين ثاني غاس جمعيات الخاصة. حاليا ذي لجنة التعايش من نوع اخر، امزقنا وإيرا ازقنا مقران ديسبونيا ازقنا مزيان ذي ريفين حسيبة روخا ازقنا مقران ذي ريفين ازقنا نظن سائر المغاربة بعض الاجانب. نتمنى تما نشينا نقيم دائما تعيش ديجن السلام ديجن الوئام، لا يهمنا الدول مزدوسين ولا تهمنا الديانة، روخا العالم مقبل على السلام ماشي الحرب. بالنسبة لإسبان نعيش نقل حسيمة قراص نجن الرغبة دائما دع قبل دا يكفي قي 2010 الرئيس الحالي للجمعية يسيد الحسيمة نراحا قيج الجلسة الوالي نراحا يقول ولي أنا ذاك الناس نشوى خام وثق قيد ماثن إسبانيا هذا يتكسينا ينظر نظر إخضاع حتى ذا مكان ماني شي مرايا مكان تحت نخلا إنك شدي غنظر. لماذا؟ لأن ما بس يموت 1968 ينظر ذا يماس يموت 1970 ينظر ذا وماس آخر أسبانيو يموت قي الحسيمة يموت قي مريش ينظر ذا لان قالك شي تطمات وما سيوري الكتاب اخ الحسيمه شي بحوار يتسقسي وكذا انا الى اخره ما قالكنيش زيجن بنادم زيجن بنادم ولكن خرق غداك الحسيمه تسمى يزورالين وقا دانيتين روخا اسبونيا يا مره تسند دانيتين اتزان دام واتسن اتفكان ريام رجلها اتفكان ما لا عاد يدا حد زي وكذا مكعيشن مثلا نشو عياغا اسبونيا كيف مزيرو عيا رمضة كي سنت اسبانيوت ماشي رمضة كي المدرسة عاد الوقت ربعة سكن تعقار نخي وتعقار خصنا باش من تمسا كاع قال لي اثنسن ونتمنى التعايش هذا يستمر الى الابد. الحسيمة دي شنت ندين تيفشا صار بيغي جنوز ريضا سبحان انتفيث ذكذورار ضرب حوراث ايشنان وتدور ثاندين تاغواني ثينيث اذا سيوشا وش جيد ذك سقوسا يمكورا دي جمشان تسند غاس التاسم ساريين زي ذخر ذوارا تمواث النغ وانت تعاود ثم سمونين نقضي من ان الحسيمة غيت وقن تجاغ التاس اسبونيا الى ذا سيس دغني جنار اغاز داسن التاس انتوارثين حومة تسعقبن الزمان نغا سبحان ذي ثو ذات نسن